أربع أسئلة تعتمد على السرعة، ليكم أنتوا التمانية. وأول سؤال في السينما والمسرح، والسؤال هو في عام 1958 اختارت مصر فيلم باب الحديد للترشح لجائزة الأوسكار، فمن هو مخرجه؟ يوسف شاهين. صح؟ أي؟ أول فيلم مصري يترشح للأوسكار ليوسف شاهين. إجابة صحيحة. وكمان كان بطل الفيلم. أحمد حسام 10 نقاط، كده النتيجة 20. عبد الحليم مأمون 45، السعدية.